السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات ام عبد الرحمن. ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير يا ربي. كما كتشوفوا وصفتنا لينا هاليوم احسن بتي فو المحلات تخدموه بيدك، نقول لك بلي حتولي محترفه فيه بدون بيض بدون خميره، يعني غير مكلف، ويجي ما شاء الله يجي وش نقول لك، يجي يدوب في الفم ذوبان، ويجي شوف الشكل تاعو يقعد محافظ على الشكل تاعو. نطلب منكم غير تكملوا لا فيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه تاعو كيفاش. نقول لكم يلا بينا نروحوا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وما تنساش اللي عجبتكم لا فيديو ما عليكم غير تضغطوا على زر الاعجاب وتبارطاجيوها مع احبابكم فضلا وليس امرا. يلا بينا. واش راح نحتاجوا في المقادير تاعنا؟ عندي هنايا عندي 450 غرام تاع فارينة، يعني مغربلتها، 50 غرام تاع مايزينا، 125 غرام تاع مارغارين تكون طرية خرجوها على البكري من الفريجيدار، عندي لافاني، عندي هنا 125 مليلتر تاع الماء يكون بارد، كيما عندي 125 غرام تاع سكر غلاس و 125 مليلتر تاع الزيت. هنا أول حاجة نجي درت قليصة تاع الملح، دائما نقول لكم ما تنساوش قليصة الملح. ندير المارغارين تاعي، قلت لكم لازم تكون طريه باش تقدروا تخدموها. هنا الا كان عندكم البيتران تقدروا تطلعوها بالبيتران، تطلع لكم ما شاء الله تطلع خفيفه. ما كانش عندكم خدموا بالباتر ولا غير بالفوي، وشنو لازم تخلطوا الخليط نتاعكم، لازم يتضاعف الحجم تاعو ويولي الخليط ابيض. دوك تشوفوا المرحلة. هنا عندي سكر غلاس نغربلو باش كل ما تهوى حاجة كل ما تجي يجي حلوة تاعكم تجي خفيفة. نبدأ بسم الله، دير شوية تاع لافاني، عندكم لافاني تاع ليكيد ديرو ليكيد، ولا عندكم بودر ديرو بودر، حتى الزاز تاع القارص وتقدروا ديرو فيها وتجي ما شاء الله. نبدا نخلط، نضيف الزيت ديالي ونطلع قلت لكم الخليط ديالي حتى يولي ابيض ويضاعف الحجم ديالو. كيما تشوفوا شتو كيفاش ولا ابيض، يعني كيما نجو نطلعوا لا كريم او بور. شوفوا نضيف الماء هنا غير بالعقل، ما تضيفوش دفعه واحده، نضيف غير بشويه ونخلط، ما لازمش يهبط لي الخليط ديالي، انا نحوسه يعاود يطلع لي، قلت لكم يضاعف الحجم ديالو. كيما راكم تشوفوا كي تضيفوه بالعقل ما راحش يحبط لكم الخليط ديالكم، بالعكس. نكمل كامل هذاك الماء، شوفوا الله يبارك، قلت لكم يطلع ما شاء الله. شوفوا دوكا نبدا نضيف الفارينه تاعي بشويه، نضيفها على ثلاث مراحل. شوفوا راك حبس الخلاط، شوفوا الله يبارك، يعني حتى الكريمه تاعنا ما تهبطليش ما تطيحش من المغرف كيما راكم تشوفوا، يعني لازم تحصلوا على هذا الخليط باش تضمنوا انه لي بتي فوغ تاعكم يخرجوا خفاف لداخل ويخرجوا مهويين ما يخرجوش مدكسين. قلت لكم نضيف الفارينه على ثلاث دفعات، ما نضيفهاش مباشره، نبدا نخلط. يعني طريقة سهلة وبسيطة، يعني توجدوه للقهوة تاع العشية يجي ما شاء الله. زيد نكمل، هنا نضيف المايزينا في الاخير، يعني هنا مع الدفعة الثالثة تاع الفارينة نضيف عليها المايزينا وزيد نخلطها مليح حتى يرجع عندي خليط كما نقولو حنايا جاي كيلاموس. هلا كما تشوفون نقعد نخلط فيه، روحوا معه غير بالعقل. هاي كملت، شوفوا الخليط تاعي قلت لكم
ويجي يتلاصق في اليد ما يخرجش ناشف، يعني تقدروا تشكلوه من باللمبوط اللي ما عندهاش لابوش، تقدر غير باللمبوط تخدم به، تقدر ديرهم دي غون فو ولا دي بتي فو. حنا نجيب لابوش بوشيوهم كيما حبيتو، تحبوهم كبار تحبوهم صغار، يعني انا نعطيكم القاعده، نعطيكم الوصفه والتشكيل، ونقولكم والتزيين دائما يقعد لاختياري. حنا كيما راكم تشوفوا نطبع للفوق ونهبط للتحت، ها كيما راكم تشوفوا راح نكملهم كامل. وهنا الفوق تاعكم لازم تكونوا مشعلينه، لازم يكون سخون. ندخلهم هنا على فرن، قلت لكم 180 دائما على 180 درجه، كي لازم هنا اللي بتي فوق يحمروا لكم، لازم يحمروا باش ياخذوا هذيك القرميشه وتحسوهم الداخل مرملين. نروح نطيبهم ونعاود نولو. عاملك لي بتي فوق تاعي، شوف الله يبارك بعد ما طابوا، شوف الله يبارك خرجوا حميمرين، قلت لكم حتى الشكل تاعهم يقعدوا محافظين على الشكل تاعهم، يعني لو كان ضفتوا لهم الخميرة هاكو رايحين يتنفخوا لكم ويروح لهم هذاك الشكل تاعهم كامل يروح. وهنا تحبوا تلصقوهم بالمعجون لصقوهم، تحبوا بلا جولي لصقوهم، يعني دائما نقول لكم التزيين هذا يقعد وش راح حاضر عندكم في البيت. نروح نكمل نلصقهم ونعاود نقول ان شاء الله في صحن التقديم باش تشوفوا الشكل الاخير تاعهم. عامله كليب تي فوق تاعي، درت لهم شويه شيكولا من الفوق، شويه تاع سكر غلاس كيما تقدر دير لهم غير سكر غلاس، ولا تغطسوهم في الشيكولا. نحب دائما نقص لهم الحلاوه، شوف الله يبارك، قلت لكم يجوا يدوبوا في الفم، يعني يتقسموا بواحدهم يخرجوا ما شاء الله، ما يخرجوش مدكسين داخل، يخرجوا مهويين. نقولكم جربوهم ماكوش راحين تندموا، ونقولكم الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.